أسعد الله ومساءكم وجزء لهم الأنباء. أمين التناصح اتهم وزير الخارجية التركي مولود شوج أوغلو اليوم الاثنين دولة فرنسا بمساندتها لمجرم الحرب في عدوانه على طرابلس. مولود شوج أوغلو أكد أن عددا من دول الاتحاد الأوروبي تساند مجرم الحرب حفتر وتقدم له كل أنواع الدعم. جاء هذا في مؤتمر صحفي مشترك بأنقرة جمع وزير الخارجية التركي مع الممثل الأعلى لسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. كشف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنعلا عن اقتحام ميناء الزويتين النفطي من قبل عسكريين أجانب وذلك لاستخدامه لأغراض عسكرية حسب وصفه. صنعلا في تصريحات تلفزية أكد سيطرة مجموعة مسلحة من شركة فاغنر الروسية على حقل الشرارة النفطي جنوب غرب طرابلس مبينا أنهم يحتاجون شهورا ليتمكنوا من الوصول إلى مستويات الإنتاج السابقة. قال عدد من التقارير الصحفية أن رئيس مجلس السيادة السودانية عبد الفتاح البرهان زود ميليشيا مجرم الحرب حفتر بالأسلحة والذخائر، حيث أكدت التقارير أن البرهان أرسل 3 طائرات شحن عسكرية محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية إلى شرق ليبيا في يونيو الماضي بموجب صفقة مولتها الإمارات العربية المتحدة. وأوضحت التقارير أن البرهان استغل هيئة التصنيع العسكري ببلاده لإنتاج مجموعة كبيرة من المعدات الدفاعية وبيعها لحفتر لتكوين ثروة له، مضيفا أن البرهان يرسل الأسلحة بينما حمدات يرسل المرتزقة. أعلنت إدارة الهندسة العسكرية الأحد عن استشهاد عنصرين من فريق الألغام أثناء تعاملهما مع لغم زرعته ميليشيا حفتر في الأحياء السكنية ببلدية عنزارة. وأوضحت الإدارة الهندسية العسكرية إن الشهيدين حسام مادي وطارق فرحاد خلال يتبعان منظمة حقول حرة في قسم الإزالة والتخلص من مخلفات الحرب والألغام. نهاية موجز دمتم في حفظ الله ورعايته.